بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مجالس الطيبين في شهر رمضان المبارك. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأدب واللياقة، لكنه ربط ذلك بالعقيدة، وربط ذلك بالإخلاص لوجه الله، وربط ذلك برجاء الثواب عند الله. كان يقول: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، العامل بواحد منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله بها الجنة. قال الصحابة: فجلسنا نعد ما دون منيحة العنز فلم نبلغ 15 خصلة. في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري، منيحة العنز معناها أنني أعطي جاري عنزة من أجل أن يحتربها ثم يعيدها إلي في آخر النهار، يعني لم أتكلف شيئا. فإذا كانت هذه على رأس 40 في قائمة طويلة، فما هو الذي أدنى من هذا؟ التبسم في وجه أخيك صدقة مثلا، أو أنك تعين أحدا فتحمل عليه ثقلة، يعني واحد يقول لك أنا شيني دي أحسن تقيلة فعايزة بس معونة كده، أو أن تدل المستدل، يعني شخص يقول لك العنوان ده فين فتقول له هنا، أم ربنا يكتب لك لها الصدقة. بس تؤمن بالله وتجعل هذا لوجهه الكريم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتخلص هذه النية أنك لا تفعل هذا لأنك لا تعرفه ولا يعرفك، وإنما القضية هي أن تفعل هذا لوجه الله الكريم. عن أنس رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. شاب عنده 20 سنة، فيه قوة، أكرم رجلا كبيرا عنده 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 80 سنة، وهكذا أكرمه لسنه. قال: والله إذا أدى أبويا وأنا لازم أكرمه. الإكرام شكله إيه؟ أي نوع من أنواع الإكرام؟ إنه يقوم من مكانه علشان يقعد لحسن سنه كبير، إنه هو يحترمه ويقدره فيجعله مثلا يخرج قبله، أنه مثلا يعينه وهو قايم مش قادر يقوم فيساعده. وما الله سبحانه وتعالى في نفس هذه السن، يعني الولد كان عنده 20 وساعد رجلا عنده 80، فأم أبو 80 ده لما الولد ده يبقى عنده 80 سنة، أم ربنا سبحانه وتعالى يخصص له شابا يساعده إكراما له فيما قدم من الأيام. معنى هذا الكلام أن الخير لا يضيع، وأنك عندما تفعل شيئا فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمك بهذا الشيء إن آجلا أو عاجلا. وإنك تقدم السبت تلاقي الحد قدامك. الأمثلة الحكيمة، فكلما قدمت خيرا وجدت خيرا، زرعت خيرا حصدت خيرا، وكلما قدمت غير ذلك من تقصير من قصور وجدته أيضا في قابل الأيام كما هو. ولذلك هذا المعنى، معنى من جد وجد ومن زرع حصد، الذي كانت هي أمثال تعلم في بدايات المدارس وبدايات التعليم، هذه المعاني الجليلة موجودة في بر الوالدين أيضا. فإذا بر
أحدنا أباه وبر أمه، وجدت أبناءه يبرونه، وإذا وجدت أنه ليس هناك بر وهناك عصيان وخروج، وجدت أيضا الأبناء يخرجون عليه بقدر ما خرج هو على أبيه وعلى أمه وعدم بره بهما. حينئذ يندم حيث لا ينفع الندم، لأن الوقت فات ولأن الأب والأم رحل إلى بريهما. حينئذ يجب أن يبر من كان أبوه وأمه يحبونه، فبر أصحاب الأب وأصحاب الأم وأقارب الأب وأقارب الأم هو نوع من أنواع بر الوالدين. لا بد له من أن يدعو لهما، لأن كثير من الناس يقول قصرت مع أبي أو مع أمي فماذا أفعل، يدعو له بالخير وبالرحمة ويكثر من هذا جدا. هذا المعنى معنى بقاء العطاء، لا تدفع شيئا إلا وجدته عند الله سبحانه وتعالى. بقاء العطاء مفهوم مهم افتقده كثير من الناس، ولذلك نراه يبخل بما عنده، وهذا أمر ليس بسديد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. كانوا يتحلقون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدرس لهم ويفهمهم ويحل مشكلتهم ويكلمهم، فقام أحده يتوضأ أو قام يكلم أحدا أو يقضي مصلحة ثم عاد، فمن الأدب أن نترك له مكانه الذي قام منه وألا نتكالب على هذا المكان. هذا من الخلق الحسن، هذا فيه شيء من الاحترام، احترام الآخر. هذا الحديث أخرجه مسلم وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. ترى هذا في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، يأتي شخص ويفرق بين اثنين، يعني يزق ده كده ويزق ده كده وعايز يقعد بينهم، والاثنين دول يمكن أن يكون بينهما حديث، يمكن أن يكون بينهما أنه يريد ألا يتوه عنه ولا يذهب منه، وممكن أن يحدث هذا فجوة في القلوب. لكن بالجملة تدل هذه الأحاديث على أن هناك أدبا ينبغي أن نلتزم به، ألا نتفلت من القيود الاجتماعية هذه ومن الآداب ومن اللياقة، بل علينا أن نؤكد عليها وأن نستمر عليها لأنها كلها خير. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيما أخرجه البخاري: كان إذا سلم صلى الله عليه وسلم على ابن جعفر ابن أبي طالب الذي مات شهيدا قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي جعفر بذي الجناحين، لأن له جناحان يطير بهما في الجنة مكان يديه اللتين قطعتا في الحرب. كان يمسك جعفر باللواء، فقطع أحدهم يده فأمسكه بيده الأخرى، فقطع أحدهم يده فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك بذي الجناحين. له مكان يديه، له جناحان يطير بهما في الجنة. عندما نسلم على الصبيان يعني كأنه يذكره بما كان عليه أبوه من فضل ومن عظمة، حتى يدخل الثقة في
في قلب ذلك الطفل ويدخل فيه الاعتزاز بالنفس وبأنه محترم. وعن سهل ابن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. كان من الأدب الشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يسير العطاء في الشراب على اليمين، على يمين الكبير الذي نبدأ به، فنبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الشراب يذهب إلى من على يمينه. فكان يجلس على يمينه ابن عباس، وابن عباس صغير عنده حينئذ ما لا يتجاوز 19 سنين في هذا الوقت، وعلى شماله أبو بكر وعمر وأشياخ المسلمين وكبارهم. فقال لابن عباس: يستأذنون، يعني أنت صغير فما ندي للكبار الأول. استئذان رسول الله للطفولة تدخل الثقة في النفس. فإذ بابن عباس يرفض هذا التوجه الذي فيه تكبير للكبير لمعنى آخر، وهو شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا إثارة في القربات، وأنه يتبرك بسيدنا رسول الله بأن يشرب مكان فمه. فقال: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، هذه قضية الاحترام وكذا موجودة، ولكن حبي أشد من ذلك. ولذلك أبى. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تله يعني دفعه بشدة، قال: طب خد، أدام ما انت شراضي بالمعنى اللي أنا قلته، وجبت لنا معنى تاني في هذا المعنى الآخر، يعني معنى أيضا مقبول، ولكنه تله يعني دفعه بشدة إلى يد ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين الذي علمنا تلك الأخلاق، وإلى لقاء آخر استودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.